السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي مطبخ توتي. لو ما اشتركتيش اشتركي، فعلي زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير. النهاردة هعمل لكم عصير الجزر بالبرتقال. عندي ربع كيلو جزر وكيلو برتقال، وعندي سكر، وده حسب الرغبة، زي ما انتي بتحبي بقى السكر زيادة أو أقل، دي حاجة ترجعلك. فوائد العصير ده كتير قوي، اهمها بيقوي جهاز المناعة وبينقي الجسم من السموم. عصير مفيد جدا. هبتدي احط الجزر في الخلاط. انا ما رميتش المية اللي سلقت فيها الجزر، انا حطيتها برضو في الخلاط عشان استفيد بكل الفوائد. هحط الجزر كله، هبتدي اخلط الجزر بالمية اللي انا سلقته فيها، انعمه جدا ما يبقاش في اي قطع، وهضيف السكر كمان، او ممكن تضيفي عسل نحل لو انت حابة تزودي الفايدة. يعني انا بخلطه، ولو لقيت الخلاط تقيل شوية ممكن تزوديه شوية مية عشان يتضرب معاكي. بصب الجزر اللي انا خلطته في الخلاط، يا ريت سمكه يعني ما يكونش خفيف ولا يكون تقيل، هو كده سمكه مظبوط. بعد كده انا هبتدي اعصر البرتقال. انا غسلت البرتقال وقسمت كل برتقال اتنين، وهعصره بالعصاره اليدويه اللي انت شايفاها دي. بصراحه دي افضل عصاره برتقال، انا جربت الكهرباء ما عجبتنيش خالص، دي بتديكي كميه عصير وفيره وبتخلي طعم العصير زي ما هو، غير اللي بتخلط في الخلاط او في اي مكنه كهرباء. من فوائد البرتقال انه بيقوي جهاز المناعه وبيقلل من الالتهابات وبيقاوم الفيروسات والبكتيريا وبيقوي من حصوات الكلى وبيخفض الكوليسترول، واهم حاجة انه بيحافظ على نضارة البشرة. العصير ده انا بحبه جدا، جربيه وانتي كمان هتحبيه. كده انا خلصت عصر البرتقال، هما طلعوا 3 كوبايات، انتي هتشوفي في الفيديو اخر كوباية بس، ومش هضيف سكر. هو انا حطيت سكر مع جزر في اول مرة، ممكن تدوقيه لو حابة تزودي زودي. العصير ده فيه جزر، والجزر احنا عارفين انه بيقوي النظر وبيقوي من السرطان وبيكافح الشيخوخة، بيمنع امراض القلب، بيقوي جهاز المناعة وبينظف الكبد، يعني العصير ده كله فوائد. جربي العصير ده وعلى ضمانتي، طعمه رائع، هيعجبك ويعجب اي حد انت بتقدمه له، وهيعجب الاطفال كمان. العصير بتاعنا خلص، شفت لونه جميل ازاي وطعمه جميل، كله فوائد، هيبقى محبب للأطفال. انت عطيتيهم برتقال وعطيتيهم جزر بشكل مختلف، هيعجبهم ان شاء الله. لو ما اشتركتيش في قناتي ياريت تشتركي وتفعلي زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك.